لم تعد هذه الأرض معروفة للناظر أول مرة، فقد تغيرت كل ملامحها بعد إعصار دمر كل شيء، من منازل إلى خدمات إلى أراض زراعية، وقبل كل ذلك فقدان للمواطنين وإصابة للعشرات منهم. أغرقت مياه إعصار لبان المداري مناطق عدة في محافظة المهرة، وجرفت السيول الهائجة المعدات الثقيلة والخفيفة، وتسببت بخروج منظومة الكهرباء كليا عن الخدمة، بالإضافة إلى انقطاع كل خدمات الاتصال. عمليا أصبح من الصعب معرفة الأماكن متوسطة الدمار، فقد باتت الأرض شبيهة ببعضها في محافظة لا تمتلك بنية تحتية، ويشكو سكانها قلة اهتمام الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لإنقاذ المنكوبين. وفيما يرتفع منسوب مياه الأمطار والسيول، تزداد موجة النزوح والهروب من المحافظة، حيث أعلنت الحكومة محافظة المهرة منطقة منكوبة، داعية المنظمات الدولية إلى سرعة إغاثة المتضررين. بحسب المعلومات الأولية، أعلنت السلطة المحلية في المحافظة تضرر 150 منزلاً، مشيرة إلى أن عدد الأسر التي تم إجلاؤها خلال الأيام الماضية بلغت أكثر من 2000 أسرة، فيما لا تزال عشرات الأسر محاصرة جراء تدفق السيول. المواطنون في مختلف مناطق المهرة أطلقوا نداء استغاثة لإنقاذهم بعد أن تهدمت المنازل فوق ساكنيها بسبب استمرار هطول الأمطار والرياح الشديدة. أزمات سياسية وحرب وأعاصير مدارية، هكذا هو حال المحافظات اليمنية وسكانها، فمن لم يتضرر من الحرب أصابته العواصف والكوارث الطبيعية، حيث تتعدد الأسباب وتتغير المشاهد وتظل المأساة كما هي.